مشاهدينا مستمعينا الا فاضل اجدد لكم التحيه مره اخرى بانطلاقات وتحديات اشواط الاصاله والتراث سن الحقائق باول ايام المحلي السابع نندفع مع شعارات اصحاب السمو الشوقي والسعاده. الشوط التاسع لفئه الحقائق الابكار ينطلق من مسافه الاربعه كيلومترات. نتابع هذه الاسماء والشعارات والاسماء المميزه الحاضره من اجل التحدي ومن اجل الناموس والانتصار. نبدا بعد المراكز ومع الصداره مباشره تتواجد منو لهجن ام الزبار بمتابعه مبارك بن محمد بن صرير المري الوحش الذي يتابع اندفاعة منو على الصدارة وعلى مقدمة هذا الشوط مباشرة. المركز الثاني اتابع الحاضرة والقادمة بكل قوة مع هذه الاسماء والشعارات المنطلقة تتواجد هنا حذاري هجن ام الزبار ايضا بشعار وشعار هجن ام الزبار وبمتابعة الوحش مبارك بن محمد بن صرير المري يسيطر على المركز الاول والثاني مع منوى وحذاري بشعار هجن ام الزبار الحاضر بكل قوة وبكل جدارة يتقدم الى التحدي وللمنافسة دائما في تحديات مسار هذا الشوط. نتابع المركز الثالث القادمة هنا جزر لهجن الشحانية وبرنس المضمرين جرلة بن محمد بن عقيل بينما من غيرت واحتلت المركز الثاني. اتابع هنا نوادر لهجن الغرافة احد نوادري وشواردي هجن الغرافة هي نوادر التي تحتل المركز الثاني بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوشي المركز الثالث. اتابع القادمة زمارة وهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فر المري الشبل حاضر وقادم بكل قوة بينما المركز الرابع التي تسللت الى المركز الثالث. اتابع القادمة هنا فتيلة لهجن ام الزبار وناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يتقدم مع فتيلة على المركز الثالث. المركز الرابع زمارة على المركز الرابع بشعار هجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري بينما المركز الخامس هنا انذار لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل للخمس المراكز الاولى الخمس الاسماء التي تسيطر على دائرة النداء والاذاعة وتنطلق في موقع التحدي والمنافسة بمشاركة الاسماء بمشاركة الاصايل بمشاركة هذه التحديات الكبيرة والشعارات المميزة الحاضرة من اجل التحدي والمنافسة. نعود مباشرة مع البداية منو على الصدارة تمني النفس بانتزاع الناموس بشعار هجن ام الزبار الوحش مبارك بن محمد بن صهير المري يتابع منو على الصدارة القائدة لزمام الامور بينما المركز الثاني شعار هجن الغرافة نوادر غادمة نوادر وغادم المدهوشي سالم بن عامر المدهوشي يتابع نوادر على المركز الثاني. المركز الثالث هنا جزر غادمة بشعار هجن الشحانية مع الكيلومتر الأخير والخطير برنس المضمرين يباحث عن ناموس آخر زمارة وإنذار على المركز الثالث والرابع إنذار لهجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع اسم جديد يتدخل في داية الصراع والنزاع وهنا ارفد تتحرك مباشرة الى المركز الرابع هجن الشحانية وبرنس المضمرين جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الخامس زمارة هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري ولكن معركة طاحنة ستة اسماء تتواجد في هذا التحدي الكبير ولكن ارفد تتسلل تنطلق في مسار هذا الشوط بهذه التحديات الكبيرة بالشعار هجن الشحانية
الشحانية البرنس جار الله بن محمد بن عقيل 4 نقاط ويبحث عن النقطة الخامسة مع أرفد التي تسللت وانطلقت مباشرة إلى الصدارة وإلى التحدي وإلى المنافسة المميزة. لله درك لله درك يا برنس المضمرين، تهانينا والناموس ليجي الشحانية وللبرنس جار الله بن محمد بن عقيل الذي تابع أرفد محققة الناموس هذا الشوط. تهانينا ليجي الشحانية وللبرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري المركز الثاني. انذار ليجي الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية المركز الثالث. وصلت منوال هجر ام الزبار بمتابعة مبارك بن صغير المري الوحش المركز الرابع. وصلت جزر هجر الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المركز الخامس. وصلت سيرة لهجر الغرافة بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوشي. هكذا مشاهدي الكرام مستمعينا الافاضل تابعتم المنافسة والتحدي بمشاركة الاصايل، فكانت ارفد حاضرة ومتوجة بهذا الناموس 6 دقائق ثانيتين 64 جزء من الثانية. تعاون ناموس لهجر الشحانية والبرنس جرلا بن محمد بن عقيل والنقطة الخامسة برصيد شعار هجر الشحانية وبمتابعة البرنس جرلا بن محمد بن عقيل. المركز الثاني انذار 6 دقائق 5 ثواني جزء من الثانية. تاوي ناموس لجي الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث جاءت منوة 6 دقائق 5 ثواني 34 جزء من الثانية. تاوي ناموس لهجر مزبار وللوحش مبارك بن صغير المري على فوز.